بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. مسألة الزواج زمان كانت سهلة وبسيطة جدا، وكانت بتختلف باختلاف المناطق إذا كان لهم علاقة بي ود الخال ود العمة أنسب ليكي. حتى السن كان لها تأثير. بنلقى إنه أماتنا وحبوباتنا تزوجوا في عمر صغيرة شديد، اللي تزوجت 15 17 واللي كان قبل كده كان لهم تأثير طبعا على حياتهم وعلى مستقبلهم وعلى أولادهم، لكن كانوا ماشيين بفهم إنه كان كبر ابنك خاوي فبيبقى خاويه على أنه يكون قريب لك في عمره، وبالتأكيد بيكون مصادق لك في حياته. نجي لعمرنا ده وللعصر اللي احنا عايشين فيه، بنلقى المسألة اختلفت شوية مع الدراسة ومع التعليم ومع غيره. السنة المناسبة للزواج هل ممكن نحددها؟ هل ممكن نقول بالنسبة للزوج أو بالنسبة للشاب دي السنة الأصلا مفترض إنه يتزوج فيه، وأيضا بالنسبة للبنات بشكل عام؟ تعالوا نناقش الموضوع ونشوف من نواحي مجتمعية ومن نواحي ثقافية وعادات وتقاليد هذه المسألة. أهلا بكم مشاهدينا، ومرحب بضيفتنا اللي هتشرفنا، أستاذة آمال عثمان مكي، وهي مختصة في الخدمة الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم، تعالوا ننتظر. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وصلت لصالون بيت الهنا أستاذة آمال عثمان مكي، وهي مختصة في الخدمة الاجتماعية. أهلا بك، شرفتينا أستاذة آمال. أهلا وسهلا. الفترة السابقة أو يعني أيام حبوباتنا وأماتنا ما كان في مشاكل وتعقيدات كده في عملية الزواج، بالعكس هم بقول لك العرس كان أطعم من حس، يعني حس عرسكم مسيخ. الحاجة دي لها علاقة يمكن بالعمر، العمر الصغير بيكون جميل. الفرق شنو ما بين الفترة الزمان وحسي؟ والله الفرق يعني زمان العرس كان سن، عموما كل أماتنا وحبوباتنا كان يتزوجوا في سن مبكر يعني مقارنة مع 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 زواج هسه. وبعدها كانت زيجات يعني بتكون زيجات ناجحة، وبتكون زيجات فيها يعني ما فيها المشاكل بتاعت هسه. فده أنا ما أعرف ده راجع لأنه الاختيار الأهل كان قاعد يكون صح في الوقت ذاك، أو النساء ذات هن اللي هن صغيرات السن ومزوجات يعني بتقبلن الأمور برحب بسعة صدر زي ما بقولوا، ومارسن حياتن بصورة طبيعية، والحياة كان بتمشي وما كان بيكون في مشاكل. صحيح. جينا هسه في 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 الزمن الهسه يعني الزواج بتاع الصغيرات بقى فيه مشاكل يعني مشاكل كثيرة جدا جدا، ونتائجه كلها بترجع سلبيا على الفتاه اللي زوجت صغيره، واللي هي لسه كانت في بدايه حياتها وبدت حياتها بكميه من المشاكل ما معروف تمر منها باي نوع من الاعباء يعني. صحيح، مع اختيار الزول الافضل ده اللي هو له علاقه ممكن بالنضج الفكري، ممكن نقول ممكن النضج الفكري، النضج الثقافي، النضج التجارب. النضج الفكري بخلي فيه تجارب في في في, في الآراء، وبخلي فيه يعني مساحة لأنه الناس تنطلق منها عشان تناقش حاجاتها، تناقش مشاكلها. نعم يعني تمام. عندنا القصة نشوف الاختيار للسنة المناسبة للزواج كيف تمت. تعالوا نشوف القصة مع بعض ونرجع مرة ثانية. تفضل. أنا لما طلبوني وأبوي مضى يعني ما كنت عارفة يعني ما بعرف الزواج شنو، لكن طبعا تفاجأت بالزواج بعد الزواج. زوجي كان عمره 30 سنة وأنا عمري 13. لما كان عمري 15 سنة كان عندي ولد وبنت. تعبت في الزواج المبكر، ما كملت تعليمي وما قدرت أواصل بعد الزواج. أنا ظلمت كثير في الزواج المبكر، طبعا ما كملت تعليمي، ما يعني ما مشيت في الحياة لقدام شوية، عرفت فيها الحياة فيها شنو. أولي تفاجأت بالزواج وولادة وتربية وتعليم وكلام زي ذا. يعني أنا ما كنت بقدر بتعامل مع أولادي، لكن الحمد لله معاي أمي في البيت بتساعدني إنه أعمل كده وأشيل كده. السلبيات الزواج المبكر طبعا ما بتقدر تساعد أولادك في التعليم، يعني ما بتقدر تصل معاهم لقدام في التعليم، يمكن تصل معاهم يعني لحد ثالث خامس سادس كده وبس، على كده بتقف. انا لما امشي لبنتي في المدرسه او صاحباتي يلاقوني في الشارع فبقول لها فطومه
واختك لاقتنا برا. فطومه اختك جت في المدرسه ايامنا يعني كان بيزوج طوال، لكن هسه الحمد لله ما في كلام زي ده. انا هسه بنتي حتتخرج السنه دي ان شاء الله، يعني انا برضو بنتي تقدموا لها في نفس السن، لكن انا رفضتها واصريت انه تكمل تعليمها عشان تكون انسانه ناضجه وتنجح في الحياه لقدام مع اطفالها في بيتها كده. بنصح يعني ابهاتنا وامهاتنا والاخوات انه ما يسرعوا في الزواج، انه الواحده لما تكمل سن 25 دي سن مناسبه، بتكون ناضجه، بتكون يعني قدرت تستوعب الحياه، قدرت تتعامل مع ظروف الحياه، الحمل، الولاده، البيت، بتكون بقت انسانه ناضجه. اما في سن صغير ما بتقدر. عزة احنا نتمنى لك ان شاء الله السعاده والهنا، ونتمنى لك التوفيق في حياتك الزوجيه، وعموما يعني السن المبكره بكون لها تاثير ان شاء الله تكون هي ايجابيه زي ما كان زمان عندنا في امهاتنا وحبوباتنا. مساله عزة انها تزوجت وهي صغيره، الزواج المبكر في العصر الحالي هل ممكن يكون له اضرار ويكون له مشاكل؟ والله اضراره كثيره كثيره لو قعدنا نعيد فيها، يعني ما في حسنة، يعني ما 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 في حسنة. يعني لو 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 مسكناها من كل الجوانب، النفسية، الاجتماعية، النمو الطبيعي، كله هنلقاها كلها فيها مشاكل، وقاعد تعكس مشاكل، وده اللي أدى لكمية بتاعت الطلاقات في الفترة الأخيرة. البنات بيكونن صغار وهن في بداية حياتهم وهن مطلقات. فالتحديد عمر للزواج أنا أفتكر إنه هو ممكن يكون مربوط ب ب ب ب انا بالنسبه لي اذا كان خيروني او اذا كنت انا المسؤول عن تحديد سن, سن, سن الزواج بالتحديد، انا افتكر انه 24 مناسب، 24 ماشي قباله. لا يعني حتى 20 ما في حسن بيجوا يتخرجوا 20 21، معلش بعد ما تتخرج ممكن يزور بعد ما يتخرج، هاي ممكن يكون ضغط السلم التعليمي والناس بقت في عندها سنين، ممكن عموما افتكر انه زول بعد ما يتخرج من الجامعه ممكن يتزوج. هل ممكن اقول في الاسره في زول محدد كده اللي هو ممكن يحدد عمليه اختيار السن المناسبه للزواج بالنسبه للاسره؟ والله يكون الاب والام، ما افتكر في زول ثاني، يعني ممكن يكون الاب والام ممكن يحددوا السن المناسبه للزواج. ومش السن المناسبه يعني كمان هي فينا دخلت في مفاهيم تانية، انه العريس كويس، العريس مرتاح، العريس ما عارف شنو، ما بتفوت. فبذات الاسره اللي بتكون ثقافتها يعني بسيطه، في حاجه زي دي لا، يعني عكس الاسره اللي بتكون مثقفه تفتكر انه لا، انه البيت تختار اختيار اللي هي عايزاه عشان في النهايه تبدا حياتها من غير اي مشاكل. ولانه معروف انه الزواج ده يعني ما حاجه بتاعت يوم وليله، ده شيء ابدي يعني. صحيح. احنا عندنا بالذات في ابدي يعني. صحيح صحيح. الحاجه اللي لها علاقه برضه يعني حتى مش الثقافه بس، يعني في كثير من الاسر اللي ممكن ما يكون عندهم تعليم، لكن بحكم التجربه ممكن تكون ابناء بناتهم واولادهم يعني في نعيم، عايشين بسبب تجربتهم وبسبب تفكيرهم الصح والفراسه اللي ممكن تكون موجوده عندهم لاختيار الزوج. الحاجه اللي هي لها علاقه بالمضار اللي ممكن نلقاها في السن المبكره شنو في الوقت الحالي؟ طيب اول حاجه لو مسكناها من حته اجتماعيه، الزوله اللي بتتزوج صغيره دي اكيد قطعت تعليمها، يعني ما واصلت تعليمها، وده يعني قد يسبب لها كثير من الاضرار مستقبلا، يعني لانه الزمن ما معروف، القدر ما معروف، افتراض انها هي ما دارت تشتغل يعني، لكن ممكن لما يكون عندها شهاده يعني بتكون سلاح بالنسبة لها. صحيح صحيح. وقت ما تحتاج ليها لأي ظرف من الظروف بيكون ما عندها أشكال يعني. فالزواج المبكر بيخليها بتكون شنو قطعة تعليمها، ودخلت لها في دور يعني كبير عنها، بعد شوية جابت لها طفلة، هي الأم طفلة والبيت طفلة، هم كلهم أطفال. حياة يعني صعبة بالنسبة لها قبل أنها تكون مسؤولة من بيت وراجل وطفلة، يعني شغلة يعني هي لسه عايزة تلعب وعايزة تطلع يعني عايزة تعيش طفولتها، لسه هي عندها طفولة ما مارستها. فالمسألة فيها بالإضافة لأنه حتى تكوين الرحم، حتى الشيء البيولوجي حقها
بيكون لسه نموه مكتمل يعني, بيكون لسه محتاج لانه النمو يكتمل بصوره كامله عشان ما تحصل لها مشاكل في الحمل, في الولاده, العسر بتاع الولاده, الموت بتاع الجنين, تحصل لها المشاكل اللي بتحصل في الناسور البولي ما عارف شنو كل الحياه دي, لانه بتكون هي زوله صغيره وما مستعده للحمل في الوقت الحالي يعني. ايوه الاختيار زمان اختيار السن المناسبه كان له علاقه بانه حتى لو كان في اختلاف كبير ما بين سن البنت العروس وما بين العريس, يعني بنلقى انه في بنات ممكن يكون عمرهم 12 سنه 14 سنه 16 سنه والزوج بيكون فوق ال40, ورغم كده كان بقول لك انه احنا يعني هو اكبر مني فانا احترمه, فكان هنا بيدخل الاحترام. المشاكل شنو في العصر الحالي من اختلاف الكبير اللي بيكون ما بين الزوجين؟ اختلاف الافكار انا افتكر, بعدين بالاضافه لاختلاف الافكار اختلاف طموحات كل زول يعني, يعني كل زول برنامج بيكون في وقت, هي بتكون يعني لسه شابه دايره تستمتع بالحياه, هو بكون خلاص المرحلة دي فاتة يعني, بتجي هنا المشاكل في إنهم هم ما متفقين, الفارق العمري بيناتهم كبير وما قدروا يوظفوه مثلا, أو هو ما قدر ينزل ليها لأنه هي تطلع ليه دي صعب وغالبا تطلع يعني, ما قدروا يتلاقوا في النص في أي منطقة من المناطق عشان يواصلوا فيها, بتجي المشاكل هنا يعني. ممكن يكون منتقد إذا هو نزل ليها يعني, إذا بدأ يلبس مثلا القمصان الشبابية, بدأ في حفلات يرقص معاها, يعني الحاجات اللي هي لها علاقة بالمجتمع اللي بنلقاها حوالينا, أنت بتشوفيها وممكن تلقي روحك أنك بتنتقدي ممكن. حتى لو إحنا وصلنا مرحلة من التعلم هي ممكن بالذات لما يكون يعني هو لو بقى الفريق 10 كده ممكن يكون ما المسألة تكون مع ملاحظة, لكن لو بقى أكتر من كده يعني ممكن تكون ملاحظة, بالذات لو هو زول كبير وهي الزوجة الثانية مثلاً, ما في حتة زي دي ثاني كمان صح. لو هو زول ممكن يكون يعني ممكن تكون هي قدر ابنائه مثلاً, قطع الشك دي يسلك أي سلوك عشان يحاول يجاريها ولا هناي, بتكون ملاحظة وبتكون ملفتة للنظر يعني. هل ممكن يعني هذا الزوج يفقد احترام أبنائه أو زوجته الأولى؟ وهل الزواج المبكر ده هل ممكن يكون له برضو بعض الإيجابيات؟ إذا إحنا أغلب الحلقة تكلمنا عن سلبيات, هنتكلم في الموضوع بعد الفاصل, خليكم معنا. بيت الهنا, اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا, نتواصل معاكم في اختيار السن المناسب للزواج. اهلا ومرحبا بكم استاذه امال مره ثانيه. من الحاجات برضو القديمه اللي كانت موجوده استاذه امال اللي هي الشاب ممكن يتزوج واحده اكبر منه في السن, وكانت الحكايه ما ملاحظه او ما بنتقدوها بشكل كبير, وكانت الحياه بتمشي وبتجيب منه اطفال. ليه هنا العكس يعني, او حتى اذا حصلت المساله دي بتكون بمثابه الكارثه؟ والله بس لانه يعني 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 المجتمع عموما يعني في الفتره الحاليه ما درج عليه نوع الزياد دي يعني, في انه يتزوج اكبر منه, بالذات هو يكون شاب وحوالينه الشابات اللي ممكن يكونوا اجمل منا واحسن يعني. ده طوالي بيجي سؤال في يعني في الذهن, في انه زول ده او الشاب ده يتزوج الزول الاكبر منه دي عشان يستفيد منها مثلا ماديا وظيفيا طمعان في, المهم عشان يستفيد منها, ده السبب بتاع الزواج, لانه برضه حتكون نفس الاشكاليه بتاعت 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 انه راجل كبير يتزوج بنت صغيره يعني, برضه الاشكاليه بتاعت عدم التوافق, انه كل زول برنامجه براه, وانه كل زول حاجاته بتكون بتختلف, كل سن عندها احتياجاتها يعني وعندها طلبات بالضبط كده يعني. وممكن هي نفسها تكون لها علاقه او تاثير في انه في المستقبل هيتزوج عليها واحده وتكون صغيره, اللي هو يمكن تكون مسألة بتاع التعويض لأنه الحاجة دي ما عملها في الأول مثلا, ممكن ممكن. ومرات بيكون في 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 علم النفس في حاجة اسمها التعويض يعني زول الزوج الشاب الزوج المرة الأكبر منه يعني زي اللي بحس فيها أمه, برضه بالنسبة للبيت زي اللي بتحس فيها أبوه, زي فيها إسقاط لمسألة الأبوة اللي ما مارسها, أو أبوه توفى بدري عنه, أمه توفت بدري عنه, ممكن تكون دي برضه يعوض النقص اللي عنده في بالضبط كده, يعوض النقص اللي عنده في الزول اللي قدامه دي يعني, وبعدها يجي يتصدم في انه الحاجه العلاقه الزوجيه مختلفه تماما. وهنا بتجي مشاكل ولا بتبقى هنا نوع من التبلد في المشاعر ما بيناتهم كازواج. بالضبط كده, وبعدين لما كل ده بيبتدي يفتش الحلول الثانيه اللي هي الزواج في السر, يا الخيانه يا 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 يعني ان شاء الله ما يبقى ده. طيب استاذ امال, من الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها انه اختلاف يعني السن المناسبه للزواج بتختلف من بلد لبلد, الثقافه السودانيه
احنا عندنا برضه اختلاف فيها الثقافه السودانيه. في اختلاف في يعني كل من القبائل ممكن تكون عنده ثقافته الخاصه به، يعني كقبيله براو مثلا بالاضافه للثقافه السودانيه كلها بتلم الناس، يعني في عوامل مشتركه بيناتنا الاثنين وفي عوامل بتخص القبيله براها اكيد بيكون عندها تاثير يعني. وكانت برضو يعني خليني اقول لك انه اللي بيتزوجوا كان برضو لهم علاقه بانه بيسكنوا في حته واحده، يعني زمان كانوا اماتنا وحبابنا لما كانوا يتزوجوا عليهم مش بيقعدوا مع بعض، ما كان في مشاكل. التمدن اللي حصل والعولمه اللي حصلت خلت الناس نوعا ما اذا زادت عدد البيوت ممكن يكون في بيتين قريبات لبعض او جنب بعض، او ممكن في سكن واحد ممكن يكون هي تحت والثانيه بتكون فوق. شكل العلاقه دي هل ممكن هي تكون باختلاف العمر يكون فيها مشاكل ما بين الاثنين؟ والله عادة قاعد يكون فيها مشاكل، قاعد يكون فيها مشاكل كثيرة، لأنه أساسا الزوجة الأولى لو سميناها بتكون ما راضية بالزوجة القدر عيالها يعني، وبتجي المشاكل في إنه الزوجة الثانية اللي هي الصغيرة زي ما بقولوا بتحاول تستحوذ على الزوج، وعشان يعني دايرة تعيش حياتها تدخل تمرك تتفسح ما بعرف شنو، فده بجيب المشاكل. إضافة لأنه هو بكون يعني لما عرسها بيكون عرسها في السر، يعني الزوجه الاولى ما كانت عارفه ما كانت موافقه ما عندها راي، المهم غصبا عنها كده يعني، فعشان كده كلها بتقوم تخلق نوع من المشاكل وبتخلق المشاكل بيناتهم يعني. مساله التوفيق بين الابناء ديل والجداد كيف ممكن تكون؟ ما خلاص هي حصل الزواج. والله دي برضه بتعتمد على مدى وعي 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 الاسره ذاتها ورب الاسره يعني. بانه يحاول يقرب وجهات النظر، يحاول يعدل، يحاول يعمل كل الحاجات متساويه عشان الناس كلهم يقوموا في 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 جو واحد، اخوان الكبار على الصغار، يحترموا بعض، يتعاملوا مع بعض، دي كلها بتعتمد على 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 الابو بالتحديد يعني، ما يميل لصايد ويخلي صايد الثاني. اذا تعاملت معامله واحده يعني قطع شكل الناس بتمارس حياتها عاديه والحياه بتمشي يعني. وبتكون النتيجه هو يعني انه الناس متصالحين يعني مع الحاصله هاي، اخوانهم الصغار يدخلوا يمرقوا بعد شويه كمان، اذا الامور مشت بالصوره دي الاخوان الكبار ممكن يربوا الاخوان الصغار لو حصل للابو اي ظرف يعني. حصلت كثير يعني بتحصل في المجتمع، ايوه لانه لو ما عملوا كده بينتقدوا يعني من المجتمع حوالينهم. بعد الكلام اللي قلناه ده كله هنرجع للسؤال الرئيسي، السن المناسبه شنو للزواج بالنسبه للشاب وبالنسبه للشابه؟ والله السن المناسبه دي المفروض تكون بعد العشرين يعني، بعد العشرين ليه ما الاثنين يعني. والشباب كيف انت عارفه في ناس ممكن يقول لك يعني ديل ممكن يتكلموا في انه الزواج المبكر وما عارفين انه اقتصادياتنا كيف واحنا شباب ما لاقين شغل واحنا شباب مرتباتنا بسيطه، يعني احنا عايزين نعمل عمليه بتاعت الموازنه في الزواج في عمر صغير وفي نفس الوقت نحقق لهم استقرار كبير وانهم ما يوصلوا مرحله انهم يكبروا ويبقوا فوق ال 40 ويفتشوا بعد ذاك للصغار يعني. هي طبعا دي الدور ده يفترض يكون ده دور الدوله يعني، اللي هي بتقوم تقدم خدمات لمواطنينها اللي هو بيوت باجره معقوله، مواهي، مرتبات كويسه عشان الزول يقدر يغطي كل المنصرفات، الناس تشتغل لانه هسه ثلاث ارباع الناس بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عاطلين يعني، ما لاقين اللي بيسوق ركشه واللي بيسوق امجاد والمهم يعني صحيح. يعني بعيد عن القرايه اللي قروها بعد زي ما بقولوا بعد شديد خلاص. يكون في يعني تنقيص برضه في التكاليف تحت الزواج عموما علشان نقدر نشجع الشباب. والله انا شايفه دي اصلا ما اشكاليه لانه في 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 زيجات كثيره تزوجوا بابسط الحاجات. صحيح. يعني دي بتعتمد على انه هم يوصلوا وتصلوا لمرحله الزواج دي ما عندها يعني ما في اشكاليه، يكون عارف هو بيسكنها وين وبياكلها شنو. بعدين احنا عندنا التكافل الاجتماعي في في, في 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 المجتمع حقنا يعني، يعني العرس ده يمكن تكون اسهل حاجه لو كان يعني منو بيعمل شنو، منو العم بيعمل شنو، الخال بيعمل شنو، بيكون يتعمل بيتم بالضبط كده، لكن يسكن وين، ياكل شنو، دي بتبقى اللي احنا بنقول عليها القفه اليوميه دي لما يوفرها بتكون ترى ما في اشكال صحيح. يعني احنا نتمنى ان شاء الله السعاده والهنا لكل الناس ولكل الشباب باذن الله، وحتى الموجود في سن مختلفين في الاعمار نتمنى برضه لهم حياه مستقره وحياه سعيده. شكرا لك يا استاذه امال وشرفتينا كثير. شكرا يا ستي تسلم. نشوفكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا، هنتواصل معاكم وما هنمشي بعيد من موضوع حلقتنا، عندنا نصيحه بتخص المراه السودانيه مع دكتور ابو بكر محمد علي نصر استشاري طب النساء والتوليد، نشوف نصيحته سوا، تفضل.
نرحب بالسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. حنتحدث في الفقرة دي عن بعض المفاهيم بخصوص الدورة الشهرية. الدورة الشهرية بتحدث في الشق الطبيعي، الدم بينزل بين يومين لسبع أيام، وبتحدث بين بتتكرر بين 22 لأقل من 35 يوم. دي الحاجة يعني نعتبرها من ناحية طبية الشق الطبيعي. إذا أقل من يومين أو أكثر من سبع يوم أو بتجي متقاربة، دي كلها بنعتبرها اضطرابات في الدورة الشهرية بتحتاج لتقييم للحالة. من المفاهيم اللي لاحظناها كثير جدا انه لما يحدث غياب للدورة الناس بيقول لك الدورة بتتراكم. المفهوم ده مفهوم خاطئ. في بعض الأحيان لما تغيب الدورة، إذا أصلا الحمل مستبعد، ما في حاجة اسمها تراكم الدورة. لو واحدة بتجيها الدورة بصورة كانت طبيعية، تراكم الدورة بيهم لما بتصل لسن البلوغ وما تجيها دورة وتكون علامات النمو والبلوغ طبيعية عندها، ونجي نلقى انه في عيب خلقي قافل نزول الدورة. ودي في الحالة دي بتحتاج لفتحة جراحية بسيطة في المهبل وبتمشي الدورة عادي. لكن تراكم الدورة بمفهوم انه حيسبب امراض ويعمل اورام خبيثة عند واحدة بتجيها الدورة او واحدة والدة، مفهوم غير صحيح. من الاشياء الكثيرة اللي بتلاقي الناس المغص بتاع الدورة، الناس تعمل له شنو؟ مغص الدورة في بعض الادوية اللي هي بتشيل الالام ممكن تستخدمها له. ودي هنا بعض الناس بيمشوا ياخذوا الادويه اللي بيستخدموها للمقص بتاع البطن العادي اللي هو في حاله زي دي ما بعاليه. يعني احنا دائما بنديهم ادويه بنسميها الميفينيميك اسيد، هم عارفينها بيستخدموها بصوره في ايام المغص. وعاده المغص زي ده بيكون مغص بسيط او يمكن تحمله. اذا بقى حاجه حاده في اشياء ثانيه الناس ممكن تاخذها لحد ما يزول. اذا بقى في حاجه حاده شديد لابد من استبعاد بعض الاشياء، وفي الحاله زي دي قد تحتاج لفحوصات أدق. طيب بالنسبة للمشاكل اللي بتحدث مع الدورة، مرات في بعض الناس بيجون دورة غزيرة جدا، ودي بتحدث في فترات مختلفة من مراحل السيدة. يعني حكاية انه الواحدة بعد البلوغ وتبدأ تجيها دورة غزيرة، اذا ما تدخلنا وعالجناها بتؤدي لضعف الدم. وهنا في مشكلة بتاعت انه الناس بتستحي من مناقشة الامر لانه هي بنت صغيرة ما بتكلم والدتها، ولما الناس اكتشف انه عنده انيميا. في الحاله زي دي احنا عاده العلاج بسيط جدا، عباره عن حبوب بتنظم الدوره. طيب لما الناس تبقى في المراحل المتقدمه شويه ويبقى في نزيف، قد يكون في سبب عضوي. يعني على سبيل المثال تكون لحميه في الرحم، فلا بد منه نصل للتشخيص الصحيح عشان نقدر نعالجها. في ادويه بتقلل الدم اللي بينزل بصوره كثيره، ممكن الناس تبدا ولما تصل للتشخيص بعد ذاك تاخذ العلاج المضبوط. وفي الختام نتمنى الناس تتعامل مع الموضوع يعني بدون الحياء الفايت حده عشان تقدر تحل المشاكل مع الدوره. وشكرا جزيلا وعوده الى الاستوديو. شكرا لك دكتور، وشكرا على نصيحتك. ومشاهدينا، السن المناسبة للزواج تكلمنا عنها بشكل عام، وتكلمنا عن الثقافة السودانية باختلاف المناطق، بالتأكيد لها علاقة وطيدة بمسألة السن المبكرة. لكن عموما هي بوضع من الأوضاع، التقدم موجود والازدهار خاصة في مجال العلاقة الزوجية بيتطلب مننا نسمع نصيحة اللي كانت قدمتها لنا أستاذة أمال، ونتمنى إن شاء الله كل السعادة وكل الهنا لكل المشاهدين. هنا تشروطة تي في، إيميلنا نتواصل به معاكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة. ودعناكم. بيت الهنا.